اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن الاوبو فايند اكس. ايه ده، انا حاسس مش باين كده، شايفني كده؟ افتح لي كادر ابو سمره. الفيديو ده احنا هنصوره بالطول مش بالعرض، تزامنا مع اطلاق انستغرام تي في او اي جي تي في اللي بيدعم فيديوهات بالطول بس، وكمان بيدعم فيديوهات لحد 10 دقايق، وفي اكونتات هتوصل لحد ساعة مش دقيقة زي الاول، وده اللي بيخليه في منافسة مباشرة مع يوتيوب. يوتيوب مش هيبقى لوحده الفترة اللي جاية. ونرجع لموضوع حلقتنا النهاردة والاوبو فايند اكس والاعلان عن القضاء عن النوتش. مفيش نوتش تاني. طبعا انا اكتر واحد سعيد بالخبر ده. انتوا طبعا عارفين انا بكره النوتش دي قد ايه، وطول عمري شايف ان النوتش دي موضه وهتنتهي، ومع الوقت الشركات هتطلع باختراعات وابتكارات تقضي فيها على النوتش دي نهائي. وقد كان من شركتين اخوات او تبع بعض، هما اوبو وفيفو. اوبو من يومين اعلنت عن الاوبو فايند اكس، والله حتى الاسم نفسه كده كرييتيف، فايند اكس لا اي اكس. اهم حاجه في الموبايل ده هو التصميم، تصميم بدون حواف، بدون نوتش، بدون اي حاجه، شاشه وشاشه بس، زي ما كلنا كنا بنتمنى. النوتش دي كانت موجوده علشان نحط فيها الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي اللي محيراكوا دي اوبو عملت كده بانل في ظهر الموبايل بتطلع وتنزل، موجود فيها الكاميرا السيلفي و 3 دي سنسورز. الموضوع ده ذكي جدا، بيفتح اول ما الكاميرا تفتح، وابلكيشن الكاميرا اول ما بيقفل بتنزل تاني. البانل دي عليها الكاميرا السيلفي ال 25 ميجا بكسل وال 3 دي سنسورز زي ما قلنا علشان الفيشل ريكوجنيشن او التعرف على الوجه، وكمان عليها الكاميرا الخلفيه 16 و 20 ميجا بكسل دول كاميرا طبعا علشان البورتريه. التصميم الجديد ده مخلي شكل الموبايل تحفه، واعتقد هو اشيك موبايل شفته لحد دلوقتي. الموبايل جايب شاشه 6.4 انش بتاخد مساحه 93.8% من جسم الموبايل. الموبايل ما فيهوش فينجر برينت سنسور لا في ظهر الموبايل ولا تحت الشاشه، وبيعتمد على الفيشل ريكوجنيشن او الفيس انلوك بشكل اساسي، بالتالي كل مره هتفتح فيها الموبايل هتحتاج البانل دي تطلع وتنزل، وده اللي خلى اوبو تاكد ان البانل دي بتفتح في خلال نص ثانيه بس. بس اعتقد يعني كان هيبقى افضل كتير كتير لو في فينجر برينت سنسور. الاوبو فايند اكس موبايل فلاجشيب، يعني سناب دراجون 845 و8 جيجا بايت رامات، والاحلى كمان انه مش هيكر على السوق الصيني بس، لا ده هينزل امريكا قريب كمان، وكمان هينزل بتعاقد او بعقد مع شركات الاتصالات هناك، وده شرط اساسي لاي موبايل انه ينتشر في امريكا، وده مؤشر كويس ان الموبايل ممكن يبقى متاح في اسواق كتير تانيه. فيفو كمان سبقت اوبو بالفيفو نكس، وده الكاميرا فيه السيلفي بوب اب كده بتطلع من جسم الجهاز وبتدخل تاني، وده يعتبر تصميم مختلف بس لنفس الفكره. بس اعتقد ان تصميم اوبو افضل بالنسبه لشركات زي سامسونج وابل اللي بيستخدموا سنسورز كتير جدا في الموبايل من قدام. وهنا يجي السؤال، الشركات الكبيره زي سامسونج وابل في الايفون الجديد وفي سامسونج اس 10 اللي جاي او النوت 9 حتى، هيستخدموا التصميم ده ولا هيفضلوا زي ما هم؟ انا عن نفسي متوقعش اي حاجه، بس اتمنى ان هم يستخدموا التصميم الجديد ده، او على الاقل يلاقوا اي حل تاني، لان النوتش شكلها وحش جدا. وعموما سيبولنا رايكم وتوقعاتكم في الكومنتس تحت، متنسوش بس تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام. 150,000 150,000 150,000 بيجو 150,000 عمرو 150,000 ابو سمره 150,000 150 ايه 1000 150,000 150,000 اقفل الكادر ابو سمره.